ذا ودشن أيضا وزير النقل محطة جديدة للمترو ومدعمة ب12 قاطرة جديدة تدخل في إطار تقليص مدة الانتظار، كما دشن أيضا خطا للمصاعد الهوائية يربط بين باب الوادي وصغار. نعم، 12 قطار مترو جديد ليدعم الحظيرة الموجودة. 12 هذه وصلت منها 6، وستة إن شاء الله تدخل الخدمة وتوصل من هنا إلى غاية جوان جويلية المقبل. الهدف علاش نزيدوا في هذه العربات؟ باش نقلصوا مدة الانتظار بين رحلة ورحلة. حاليا مدة الانتظار تتراوح بين 6 و7 دقائق ما بين رحلة ورحلة، وكي نضعوا 12 هذوما في الخدمة راح نوصلوا إن شاء الله إلى حوالي 3 دقائق و20 ثانية ما بين رحلة